أو البارحة أقول بتوزيع 1430 مسكنا عموميا إيجاريا بالمنطقة الحضرية الجديدة بحي المنزه لفائدة أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة القاطنين بحي الحمري. ومست هذه العملية المستفيدين من قرارات التخصيص المسبق بأكبر حي شعبي بالمدينة وهو حي الحمري الذين تحصلوا عليها سنتي 2011 و2012. تقرير محمد ونان. أتت هذه العملية لتؤكد التزام السلطات العمومية بتسوية وضعية أصحاب هذه القرارات المسبقة الذين ظلوا لسنوات ينتظرون الحصول على سكنات لائقة. وبغض النظر عن البعد الاجتماعي لهذه العملية التي مست لأول مرة وبهذا الحجم حيا من أكثر الأحياء كثافة بالمدينة، فإنها ستمكن من استرجاع العديد من الأوعية العقارية بهذه المنطقة ستخصص لإنجاز تجهيزات عمومية لفائدة المواطنين. اليوم إذن المرحلة السابعة من عملية طرحية لتفوق 8000 سكن اجتماعي. المرحلة هذه تاع السابعة فيها 1430 عائلة. إذن تقطن هنا في الحي كناصر هذا السكنات الجميلة هذه والراقية جدا. العملية كما شفتوا بدأت على الساعة الثانية صباحا من هذا اليوم. احنا كنا نسابقوا في الوقت باش نرحلوا الناس في العطلة صيف العطلة هذه الشتوية باش ما نخلقوش تذبذب في الدراسة نتاعهم، وربي مكننا وقدرنا ونجحنا باش نوفي بهذا الوعد، وعد فخامة رئيس الجمهورية اللي كان إثر زيارة نتاعو لوهران خصص هذا البرنامج للأحياء العتيقة، الأحياء القديمة الآيلة للسقوط، وكذلك الأحياء القزيرية. واليوم الحمد لله راكم تشوفوا في العملية هذه تمت في كنف الهدوء، في كنف الطمأنينة وفرحة والبهجة على المواطنين. كما سهرت مصالح الولاية على اتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل إعطاء هذا المجمع السكني الجديد بعدا حضاريا وعمرانيا راقيا ليتكامل ويندمج بصفة متناسبة مع موقعه العمراني المتميز.